كمان عن جديد فتنا بأسئلة وإشكالية تانية من نوع أنه ما جدوى هذه الحرب التي فتحها حزب الله. مرت 6 أشهر نحن عم نناقش بهذا الموضوع، وطلع الأمين العام حكي أكثر من مرة بجدوى هذه الإشكالية، هذه الحرب، ويمكن في كتير ناس بعضهم غير مقتنعين. سؤال اليوم لألك، هل حزب الله اليوم عالق بين قراره الأول وعدم قدرته على الخروج من هذه الحرب، أم برأيك اليوم لا، في قناعة عند الحزب وفي جدوى حقيقية عنده أنه نحن عم نساند غزة، وكيف؟ كمان هون خليني بلش ببعض الضوابط المنهجية لحتى بان تخون يعني. لا طبعا، هلا بحكي بشكل صريح بهذا الموضوع. لا اليوم بلبنان، وهي من علامات المأساة اللبنانية، في خطابين متمركزين بمعسكرين. في خطاب الحزب وكل اللي معه انه اي حدا بيحكي كلمة عن اللي عم بيعمله الحزب هو خائن وعميل. في خطاب اخر انه هذا الحزب ما له علاقة بلبنان، لا قيادة ولا عناصر ولا سياسة ولا سلوكا ولا اي شيء. واكثر من هيك، واكيد انت بتكوني سمعتيها مثل ما انا سمعتها، انه تركوهم ياكلوا قتله هيك منرتاح وفينا نرجع نبلش نعمل شيء بالبلد. هول خطابين كارثه على البلد. اللي عم بيعتبر من حزب الله انه اي حدا بيناقشه باللي عم بيعمله عميل، هذا بيكون هو ضد لبنان. واللي عم بيعتبر من الاخرين انه الحزب هو حزب ما له علاقه بلبنان وخلي اسرائيل تعمل له قتله، كمان هيدا مناقض لمصلحه لبنان. أسوأ ما في الكلام اللي عم بقوله، بتعرفي شو جوزفين؟ إنه الطرفين بيقوموا ضده وما عندهم أكيد لا فكر ولا منطق ولا عقل للرد عليه إلا شو؟ المسبات. طب أنت قدام بلد مقسوم بهذا الشكل وعنده طريقة واحدة للتخاطب هي المسبات، كيف بدك تناقشي؟ هلا هن البعض مفكرين من الطرفين إنه بيقدروا يهولوا، غلطانين. وأنا على مستوي الشخصي مواطن فرد ما بأثر على حدا، قلت وبرجع بقولها، إذا حدا مفكر من عند حزب الله إنه احترامنا لتضحياته وشهدائه يلي هن فرضوا علي أنا احترامي له واقتناعي بجدوى مقاومته، إذا حدا مفكر إنه لا مش هودي وسيلة الإقناع، المسبات هي اللي بتقنع، لا بيكون غلطان. وإذا حدا من الفريق الآخر مفكر إنه لا المفروض يجرنا كلنا على حرب أهلية لحساباته ومصالحه السياسية، كمان بيكون غلطان. طيب النقاش هون بده يروح على الهوامش المتاحة. أنا خليني أقول ملاحظتين أو ثلاثة. الملاحظة الأولى، أنت بتعرفي جوزيفين إنه بعد ساعات على عملية طوفان الأقصى، ساعات، وزير خارجية لبنان عبد الله أبو حبيب بتعرفي وبعرفه، طلع عمل حديث رسمي بيقول فيه لقد تلقينا وعدا من حزب الله بأنه لن يتدخل في الحرب، حرفيا عم بنقول، إلا إذا تحرشت إسرائيل بلبنان. طيب لا الحزب كذب ولا الحكومة اللبنانية عادت لحقت هذا الموضوع، لبل راح نجيب مئاتي صار بده يعمل زحفا زحفا نحو القدس. طيب هذا الموقف شو كانت معطياته؟ إلى ماذا استند؟ هون تجاوب تماما على سؤالك. برأيي في شيء تغير، في شيء تطور. هل هو حسابات أكبر من لبنان؟ ممكن، لأنه خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، الحزب صار يعتبر حاله اليوم أكبر من لبنان، وصار يعتبر حساباته أكبر من لبنان. ما بدي أقول مرجعيته وإملاءاته مثل ما البعض بيتهمه، لا، إنما هذا الحزب شأن ما بينه، صار هو يعتبر هو مسؤول بأنه هو مسؤول عن منطقة طويلة عريضة. يعني قصدك حسابات إيرانية هي حتمت على الحزب فتح هذه المعركة؟ مش حسابات إيرانية، بقدر ما الحزب صار عايش حالة إنه هو أكبر من لبنان. وهيدي الحالة أنا قلتها وبكررها لكل هذا الطيف الملتزم بخطاب الحزب، هيدي حالة اجتزائية انتقائية استنسابية ما فيها تتعايش مع لبنان بدليل. طيب أنا متضامن مع فلسطين ومع حق الشعب الفلسطيني، بس بالمقابل في 700,000 طفل ماتوا بالسودان هلأ وهو مسلمين، حتى يعني بالمنطق اللي أنا برفضه إنه هو المعيار الديني، حدا حكي عنهم؟ لا. ليه؟ لكن في حسابات أخرى للتضامن مع فلسطين، أو اللي عم بتصنف هيك عم بيخلي الناس تفكر هيك. أكثر من هيك،
في شعب كامل اسمه الإيزيديين بالعراق، أبيد أبيد، حدا حكي كلمة؟ أكيد لا. حتى هذا الإعلام اللي بيطبل أنه وين القضايا الإنسانية، ما فتحوا تمهم. طيب أنا مع فلسطين، بس وقت اللي أنت بتسكت عن هاي وبتحكي عن هاي عم تترك انطباع أنه حساباتك مختلفة أكثر من هيك. في جماعة لبنانية أصيلة ومؤسسة اسمها الطائفة الأرمنية، قبل بأسبوعين من طوفان الأقصى طلع لإلها 200,000 إنسان من أرتساخ، ولك داعي حبيب فريم على لقاء بأوتيل. كان معنا كمان أجاب بكرادونيا وكان في صرخة منهم، قول ما كتير صرخته كانت واصلة يعني كمان يسمح لنا. فالمهم أنه رفضوا الباقيين يشاركوا باللقاء، مش يعملوا حرب، رفضوا يشاركوا باللقاء كرمال 200,000 إنسان. تقول أنه بالحق وبالمبدأ ما في اجتزاء وما في استنساب وما في انتقاء، وإلا بتسقط حقك. بس قضية اللي عم بيعملوه عم بيسقط حقهم باللي عم بيعملوه. إيه بس قضية فلسطين بالنسبة لألون استيجان هي قضية مختلفة، يعني هم ما بيقدروا يحملوا قضايا كل العالم. ليه؟ ما كمان ما بيقدروا يحملوها يعني خطايا كل العالم، هن عندهم قضية فلسطين قضية مقدسة. حكيت ببداية الحلقة عن قضية مقدسة. تماماً. حكيت ببداية الحلقة عن الحوثيين اللي هن يريدون أن يحاربون اليهود والنصارى، وحكيت عن حماس بمنطقة الإسلامية. صحيح. ما حكيت عن حزب الله، لأنه حزب الله بعقيدته هو يعني عقيدة دينية أيضاً، وينطلق من مقاومته من مقاومة دينية أو وبالتالي هو يجتمع في المقاومة مع الحركات المقاومة الأخرى على عقيدة دينية. لا هيدا هلأ تختلف طبعا عن الإخوان، بس أنه عقيدة دينية أقصد. هيدا يلي من 2006 لليوم أنا كنت سمعت كلام مغير لإله، إن كان بتفاهم مرم خيل بالست شباط 2006 أو بوثيقة الحزب السياسي بال 2009 إذا بعدني بتذكر، أو بالوثائق اللي وقع عليها حزب الله من إعلان بعبدة لاتفاق 15 أيار ببيروت، ما كان توقيع بس كان باسمه، وصولا طبعا إلى اللقاءات يلي أنا كان عندي فرصة أنه عملتها مع سماحة السيد على الهواء. سمعت كلام ما له علاقة بأنه لا، أنه نحن مجموعة ما عنده إلا منطلق ديني وهدف ديني. لا، سمعت كلام له علاقة بنهائية الكيان اللبناني طبعاً، بنهائية النظام اللبناني طبعاً، بس أنه لا يمنع العقيدة الدينية. يعني قصدي أنه العقيدة الدينية موجودة. بس، بس هيدي العقيدة الدينية وقت اللي بتصير هي أحادية المنطلق والهدف بشكل أنه تنسف ميثاقية البلد، بتكون عم تنسف حالة. ليه؟ لأنه سمحت السيد قال لي أنه الحرية هي اللي سمحت بالمقاومة بلبنان، والحرية بلبنان هي نتاج التعددية بلبنان. وقت اللي أنت بتسمحي لفكرتك بمنطلقة وبهدفة يضرب تعددية البلد، بتكوني عم تضرب حريتك اللي سمحت لك أنه تقاومي. ومش صدفة أنه لا بسوريا طلعت مقاومة، ولا بالأردن طلعت مقاومة، ولا بمصر طلعت مقاومة، مع احترامنا لكل هذه الدول وشعوبها. ومش صدفة أنه حتى بالداخل الفلسطيني ما طلعت مقاومة داخلية إلا من بعد التجربة اللبنانية. ومش صدفة أنه اليوم بتضف حتى ما في المقاومة، لأنه يمكن ما في هذه الحالة اللازمة كشرط أساسي لوجود مقاومة. فمشان هيك اللي بده يكون حريص من الحزب على الحزب ومن حرصنا نحن على المقاومة، بدك تحافظي على التعددية المؤسسة للحرية، الشرط لوجود مقاومة، ولا بتكوني عم تنتحري.